حابين تكلمينا إيش أهم الدورات اللي حضرتيها؟ إيش هي الدورات اللي حسيتي من جد عكست على دكتورة بيان ونمت موهبتها في عالم الطبخ؟ والله شوفي، أنا شغفي في الطبخ كان ما هو مثلاً مالح أو حالي باستري أو بيكري أو هوت كيتشن، كنت أدخل بكل شغف. لكن لاحظت ميولي الأكثر على الهيلثي فود اللي هو هوت كيتشن ممكن نقول آخر كم سنة. وصح، إذا تسمحوا لي إني أشكر أستاذة نسرين زقزوق اللي هي صاحبة عيادة هيلثي يو، ساعدتني أكثر أني أنا أعرف كيف أدير أكلي، كيف أني أنا أدخل في عالم الصحة، وهذا له أثر كبير وبصمة في بين اليوم. فدخلت في أكثر شيء في الهوت كيتشن مع شفات إيطاليين، وأكثر دورات كانت مع آينو في جد.